وخلينا نروح لأخبار المحافظات. في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي. أما في المنيا فقد تم الإعلان عن انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2024. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج بالمجان 1437 حالة ضمن حياة كريمة في 8 تخصصات. ومحافظة القليوبية قررت استمرار تحويلات الطلاب بين المدارس لحد يوم 15 سبتمبر. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي، إحدى مستشفيات الهيئة بالأقصر، عبر العمل على تشغيل 28 سرير جديد، بالإضافة إلى افتتاح 7 أجنحة فندقية بإجمالي تشغيل 35 سرير جديد، وذلك بعد انتهاء أعمال الفرش والتجهيز بالغرف الجديدة بالقسم الداخلي بهدف التوسع في تقديم الخدمة واستيعاب أكبر عدد ممكن من المنتفعين من أهالي محافظة الأقصر وخدمة الزوار أيضاً، خاصة من السياح الأجانب. أيضاً أعلنت محافظة المنيا انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2024 وتحقيق إنجاز كبير بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي إلى 42 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، بنسبة تجاوزت المستهدف بنحو 132%، مع معدل توريد 1.5 طن للفدان من إجمالي المساحة المزروعة، مع احتفاظ المنيا بالمركز الثاني بعد محافظة الشرقية في النسب الأعلى للتوريد هذا العام. وفي قنا أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 3608 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 198 مليون جنيه. وأعلنت محافظة شمال سيناء قرار بتخفيض مجموع القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 ليصبح 235 درجة بعد أن كان 245 درجة، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث يشمل جميع مدارس المحافظة عدا مدرستي الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بمدينة العريش. ويأتي هذا التعديل تيسيراً على الطلاب وأسرهم وحرصاً على توفير فرص تعليمية أوسع للطلاب الناجحين. وفي البحيرة أكدت المحافظة أنها قامت باستلام 400 ألف شجرة من أعمال المبادرة، تنوعت ما بين أشجار زينة وأشجار مثمرة، وتم زراعتهم بالكامل بالحدائق العامة والميادين والشوارع والمساجد والكنائس وداخل المدارس ومراكز الشباب والجامعة على مستوى المحافظة، حيث أن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة تهدف إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ. أيضاً أعلنت جامعة كفر الشيخ فتح باب التحويلات ونقل القيد من وإلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة لطلاب السنوات الأعلى، وذلك مع مراعاة الأحكام والقواعد العامة المنظمة لأعمال التحويلات ونقل القيد داخل وخارج الجامعة للعام الجامعي 2024-2025، وتتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات والمعاهد ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين من وإلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة. وفي محافظة المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً من نفس اليوم، وذلك لغسل الشبكات وتطهير الخزانات المغذية للمدينة وقراها. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة والتي ستتخطى 6 ساعات انقطاعاً متصلاً للمياه. مديرية الصحة ببني سويف أكدت تنفيذ قافلة بقرية الدير مركز أهناسيا على مدار يومين
مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، البطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1437 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان. كمان في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الاستلام الابتدائي لعدد 13 بئر مياه ارتوازي بمحطات المياه الارتوازية الرئيسية بمركز دار السلام ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمحطات وتحسين الضغوط والقضاء على ضعف وانقطاع المياه بأطراف القرى، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.